يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها المثل سيد ربي من خالق سبحانه وتعالى كي يغضى القرآن الكريم الدستور من الحياة. أيها المثل كل شيء نثيت سيد ربي قس تكتف في كملن إقرد خلق سبحانه وتعالى القويس ما فرطنا في الكتاب من شيء ولش دشوم إقنو في ديننا إقرد قويس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يند القرآن الكريم يند ولش دشوم يتسوين غير فريد المستقيم أكثر إنسان النجس إذا نتسكن يتسوين أكثر الجفريد المستقيم الجفريد الصواب الجفريد الهدى الجفريد يتسوين غير الرحمة نسيد ربي يتسوين غير الجنث كما مثلا إلى وين إدي في الدن دهور الزاف الدعوة ما لو فريد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذا شوت وغرقيا ذا العادات أو ذا التقاليد الجدود ما تدعوه هي وانا السنة ذا وخار ذا كانت بفريد نين اتبع ذا كان وغاية لو فريد سيد ربي ما لو فريد النفين صلى الله عليه وسلم أكين يعني كان يدو في الجدود وكان على خدمة كان يتمثل. إذن أغور المران يتسفل الأنبياء ذا الرسول عليهم الصلاة والسلام أسميني ديش قاسي إذا ربيض الأقوى من سن ألف دائما تسقبل مثل أسنين أدلو فلا ما نشتغلين دير خدمة الجدود ما شدت نخدم أذن قبيالا. ولكن في الحقيقة أي مدينة ربي مدوين دينا في محمد صلى الله عليه وسلم إذا نسدي وفرر نسدي كني كلش أين إلا عند العادات التقاليد يقوفق سيد ربي يقوفق القرآن الكريم السنة النبي صلى الله عليه وسلم خاص تخمن الجدود هذا تنطف وستتنسى بحرة. ولكن يعني يقول في الوريد سيد ربي يقول في السنة النبي صلى الله عليه وسلم وراغد بوالان باش هذا تنطف أنت مسك ذيك سيد على خطر ذا بريد جهنم كما يتمثل. إذا أنشتكي مرة يتمثل ذهور الدفان الأنبياء والرسل قاعدين يقولون الدعوة الوفريد لا إله إلا الله وذين الدفان ذهور الدعاة الوفريد سيد ربي ذي جميع العصور قاعدين وذي العصرين لا كان يتمثل ما دين التقليد وكما تقارن التقليد الأعمى مرث بعد أفريد الجيول أشقل شضامي والزرضارة ماذا العالي ذنغ ذيري وكما قرر التقليد الأعمى أشق فيض أمس ليدينا الفعيل يخدم واتخذ ماذا الشيء واتسيني ماذا القفر ذنغ بلا ماذا ماذا قلنا نفعتنا ضرورة ما يقفل يتسيد ربي وما يقفل يتنفي صلى الله عليه وسلم وكما التقليد الأعمى ونستقيم وثيق فينا الشرع نغضي حرام ونجزارة سيد ربي مشفيع سبحانه وتعالى أرزق يعوذ النعمة للعقل باش أتسمي يزغ إيجار الخير أقود الشر وأتسمي يزغ ذا وين العين ماذا وين يفقبعن ونستقيم إلى الخصائص الأساسية ليسي يفكر سيد ربي إيعاد يخول في جميع المخلوقات أرزق ربي سي عقل يقرد سيد ربي قويس ولقد كرمنا بني آدم. إذن ثبوين إيعاد إسعان ياقي أن يخدم تحليل يوين اللند من العادات أو التقاليد الجدود ماذا قلنا وفقت الشرع وفقت الكتاب أو السنة أبي تمسك بكسد ولكن ماذا قلنا خرفة الكتاب السنة أرجوز على فلاس بلي ماذا تطف الله أكبر كما يتمثل خطر أتسمثل العبد اكتب عن العادات التقاليد يهين سيد ربي أتسمثل غاف الكفر أتسمثل غاف الشرك أقلك تروح دوني تخسر دوني تخسر دي أخر كما يتمثل إيمويان أما ذي الآباء ذي الإجداد سعان تأثير أم قرحان تأثير غف الدريان خطر تصربين سيد الوذنين وسكشم نسل العقلية تنسل وتصربين تنيد أف العادة تنسل أكو التقاليد تنسل خذر كان سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى بشي اللي أن دي سوصف ذي القرآن الكريم أدي قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هذه قال سيد ربي قواليس ماذا قلنا إلا وسنين تبعث أين دينا سيد ربي
أدين نكون أنذع أين في دنوفا إذا فتنا إذا فتنا غاش إذا فتنا والسنة الحق والسنة الفريد الصواب واللي نرى الكفريد إلهام إناد ذي الآية نظم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير إنك من لو إسنين لنا ثبعات فريد سيد ربي أدين نكون أنثبع أين في دنوفا إذا ذات النو غسم ذلك الشيطان يبويثن غير فريد جهنم يقال سيد ربي قويس خذا كان مكان الذي توصف ماشي ديوث الآية ماشي تسمات أدي قال وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ما سنين إياو غروين دي قوين أين دي نار بين غروين دي قوين في محمد صلى الله عليه وسلم أسنين نكون بركة يغين في دنوفان الجدودنا دنوفان إفافاتنا غاس إفافاتنا سن أرسلنا لنا أرغلنا لنا أرفهم لنا أولينا لذلك بريد العين خزر كالية مثلا سيدنا موسى عليه السلام سيدنا هارون عليه السلام إش دعين سيد ربي سبحانه وتعالى غير فرعون كذا القوم نس يقول سيدنا موسى التوراة إذا عثني در لا إله إلا الله ولكن دشوا سيدنا فرعون كذا القوم نس قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين تسبب بلينا ذات الصفة ضفيني في دلوفة نجدوذنا أكنما تسعوم الكبرياء أكنما تسعوم ثوة تسعوم العزة أكن تسبل لهم التبع على بريد الون خذر كان يتمثل تهمنت بليد سعان الكبرياء الأنبياء الرسل والكبرياء حاشا سيد ربنا في سعان وفي تشارك على ذلك السيعاد ويقوم سند بشدة الفذن الرأي لا إله إلا الله سبحان الله المشرك دائما ويحمي على المؤمن ويحمي على من يدعون أغلو فريد سيد ربنا لا إله إلا الله سبحان الله كان يتمثل سيدنا إبراهيم الخليل أخصر كان يتمثل اسم قدعان ذباس آزر أكد القوم أكد القوم نس إقعد ذن الأصنام ولكن ذا شو يزدران ذا الجواب إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قال وجدنا آباءنا لها عابدين الناس إذا بسق ذا القوم نس ذا شو ذنك الأصنام إذا عفظ مكان ذا شو نسنا لنس نفاد إذا فاذ النغ عفظت وذا النعفظ الله خلص أبو كان الذي قال سيدة ربي قولي سيدة صوصف سيدنا إبراهيم أو المشركين إغار دروح باش أسني كسر عبادة الأصنام لنا في ندير لا إله إلا الله واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظروا لها عاكفين قال هل يسمعونكم اتدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إنس لنا إبراهيم الخليل إنس ذا شو كذا عرف مكان ننس نعفذ ذا الأصنام ننس نعفذ ذا الأصنام ذا شو نسدي إنس لنا إبراهيم إنس أغطران سلون بملاذ ذا عمكين أغطران نفعلنا تصدرون بيهم ننس نفد إذا بذلنا أكاخد من وكرا نخدم الله سيد ربنا الذي قال إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون وفند إذا فتن سنة فغلوا فريد أثب عن تن ذكو فريد نيم استزياء الله أكبر أكبر مثلا إذا الأنبياء والرسل إذا روحنا غير أقوى من سنة مدي في محمد صلى الله عليه وسلم هذا إنسان اتخذ الأنبياء والرسل خاتم النبيين والمرسلين أكاغسنان إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون سبحان الله الناس إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون نفاد إذا فثنا الجون وفري نكون أثن نثبع أنا يجين أمن أثنين والسنة يجين يتمثل من العادات التقاليد أنا قيم لهم مزاري ستريحون من ذو العصرنا أما ذي العقيدة أما ذي المعاملات يقرد الطحاوي رحمه الله إن ديك تقليدا حشم وين الله دع صبي أكذ الغبير الله أكبر سيد البادي قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إن غسع ذن سيد ولكن أكثر ذلك سن خلناس شريك
ما سيدي ما دي كاريون هنا حاجه سيدي ربي يمنع لك فلان. سبحان الله سيدي ربي واحد سي كيمنع علاش ما كيمنع فلان؟ غا سيدي ربي غير سخريت يد باش هذاك يخدم كروين الهان يقول لك تيد قول لك باش باش هذا كيمنع شتي نشكريك وينو الشكر يا عبد الشكر ربي الرسول صلى الله عليه وسلم كيدير من يشكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله ولكن السيد ربي كيمنع ماشي دابا بعض اللي كيمنع خاطر خاطر نقول لك يعجب السيد ربي كيدير تكالا غير ولا اللي ساكن يمنع الله اكبر السيد ربي واحد كان مثلا كان ديال عصرنا نعبد ثقوا الرافين نعبد عباده نعبد مقان انا انا نخدم الفعايل وقاين نقول يومي راه سيدي ربي يومي يومي راه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وما سنتني بلي انشتني ورجو زرا وتدينا ربي غير القران الكريم وتدينا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السنه لكن ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين اي اذن تدعو ذا الوليد سيدي ربي لكن نكون انا في عين خدمه اللي باغي ناخذ جدودنا ولكن كي تقرا خدمنا لها ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين اذا اي مثلا كربوين الى عند المقلد يكتب عن العادة الجدود وين يخباني وفريد السيد ربي يخباني الكتاب السنة يعوق في ثنة السيد ربي صورس ويهي كيثن أي مثل سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا عالم القوم نس العقاب وإذا عالم القوم نس الهلاك يفكي السيد ربي يوث الدعوة بجلة يدعوها من سنة من أنبياء الرسل ولكن أتيد على القميص يدعيس سلس الهداية اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون يند الدعوانين يند فرص يوم القيامة باش الضيض الشفاعة ليس إلى أمين خصف الرحمة ننفي صلى الله عليه وسلم صلي غاف النبي صلى الله عليه وسلم الأمين سيدي غاضم يفريس الدعوة النغز دفقة سيدي ربي باش أدي شفاعة للأمين الله أكبر إذا التقليد الأعمى غير مثلا مرينا إذ فعل عبد العادة التقاليد إمزورا سوق مش ولا بلا ما يزرع مد وفق الكتاب السنة أنا عقيب لي دي حرام أريد جزرة جميع العلماء إجعل دان كامل أكو أمس فهم الغفية بلي أريد جزرة دي حرام أندي لا يعقيه أني ذي لا يعقيه خسر أبو طالب إذ مثل عميش للفين صلى الله عليه وسلم يعاون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخدم الإسلام ولكن اسمه دي قوة بشدة دي مثل يروح الرس صلى الله عليه وسلم ينسى ويفغ الرس أبو جهل بن هشام هذا وربيه ويفغ بعض قرين المشركين القريش غير طرفيس ينسى عمير ينسى شهد لا إله إلا الله ينسى أشهد الزفر ربيه فلاش انتقد أبو جهل بن هشام ينسى يا أبا طالب ينسى أتجذر أين لن نجذذي من لعن عبد المطلب أشجر من عبد المطلب ولكن إذا بعيد سواي أرمين يقيم ووليسا ديرو الناس على ملة عبد المطلب الله إيه مثغف الشركة مثلا أبو طالب الله أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذا شو نسينا إنيس إنيس والله رضي بصيد ربي أذك يعفو أذك استغفر حاجة ما ينهايين ما ينهايين ذاين الله أكبر كان يتبذل إذا التقليد الأعمى أنشتكي مرة أكوى يتكين ذي ذي ما دي صور بين العود دخل توشولت يتقلدني مزورا يتبع العدد التقليدي مزورا أسطع لنشتني ذي قد يتوين دي الجيل بعد الجيل هذه تعيش العبد البيئة يرفذن العدد والتقاليد إمزورة وبلك بقين يخضن سيد ربيع يخضن لكتاب السنة ولكن التيوي كان لكم ذي الجيل بعد الجيل الله أكبر سبحان الله ولكن الإنسان تقويز أذي يخدم التحليل إيوا يقيم أذي تخزر سلع عقلي نس وإذا كان يتبع العبد العاطفة الجدود العاطفة العادة التقاليد مزورة إلى قد يستخدم العقل يسل العقل كاستخدم بابنادهم أخزر أين دينا ربي أين دينا رسول صلى الله عليه وسلم تخزر ذلك ذلك الواندة تسدوه غروف وصار بي تسدوه إذن إلى قد تخزر ذين دينا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وكمن نعنى رجدودي وكمن نعنى ذاك جديه وكمن نعنى فوس سيد ربي ما تخضيه وفريد سيد ربي الله أكبر كم مثل الله أكبر العادات التقاليد هي مثل ماشي يوث نخسنات الطاسي إلان إلا وين إلان ذي العالثت
قبيت سيدي ربي، قبيت الشرع ربي، قبيت القران الكريم السنه، تذني غاس بالك اللي خبيت تيعاود لا باس، ولكن لا في ذاك الا تحرمت الجزء راه باش تدفع العنصريه هي مثلا الى قد ناكد افتم سبتاكي، ولكن اللي بيان وكيد المرض الخطير اللي تعيش المجتمع المجتمع القبلي الى انا افنزر بلي فين انشتكي التقاليد العادات التقاليد الجدد هتستوي دير الجيل بعد الجيل و هتستبان الجهنماء الو فريد الجهنماء ذا فريد تمس عيد مثلا العنصريه اللي حرام والجزلة الى قد يعقل كل انسان الا ذا عنصريه هذه يعقل بلا مثلا فريد الجهنماء الا وحذاري وحذاري ما يمثل فريد الى قد يزار سيدي ربي الى قد يدور الله اكبر كما يتمثل الى قد اذا عقلك اما ذي مش طحن اما ذي مقرن البلايكين الى قد الى قد اخر الله اكبر نتعيش يون المجتمع اللي في كان سيدي ربي خلق بشري لي متماسك بشري لي اخوي بشري لي مجتمع ايماني ولكن يسد وعدون الاسلام يخدم الشق اللي تلمس يخدم يون وذرو مكا يخدم يون وذرو مكا وسمانا شويه اذرو مفلا وكي قالش اذرو مبدا خزر كريم مثلا انشتاقين اللي يعقل يون بلي اما تزول اما تزكى اما توزم اما تحج ديك الشيء تستخدم التمثال تاعي للجهنم وتقبيا ربي العباد هذيك مره هذه مثلبش خالد المخلد داخل الجهنم الله اكبر خزر هذه الدوا الادله لشد الناس الى ربي الخالق سبحانه وتعالى الاسلام يساد باش يوحد الصفوف باش لا باش يدير العباد ذات مثل يقرض انما المؤمنون اخوه يقرض الرسول سيدي ربي وبيس الايه هذا خزر كان يقال المؤمنين ذات مثل إن أردق إن أكرمكم عند الله أتقاكم الخيار بالولد الخيار بالولد غصيد ربي لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى ولش الفرق قلوب الكلد شبحان ولش الفرق غير وعرب ذي الغير نسا حشا التقوى الإيمان ذي العمل الصالح ما دل التقوى معناه الإيمان أكد العمل الصالح كما يتمثل ولكن وكان اكيد المراد نسيدي ربي في كيف غادي يفكر الاسلام باش غادي يحب ان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا انا كان دائما كاين ولكن يسند يعذر نسيدي ربي خدما الشق داخل المجتمع وفرقت النفس اكا النفس اكا رد وكي قال نستدر مفلا وكي قال نستدر مكذا حاشا المؤمنين ونحس بها شويه هي اكاد يزران اثناء الطف وامكاننا أفرق أنا يجري عباد ربي يفكرني باش أذن الدهن مثلا إنما المؤمنون أخوة ولكن يشتيني أوركات استبعاد أذري القاع ذو الغنى سبحانه وتعالى كان أكيد مثلا ويجي أكان نشوالين المرضاقين غادي تعيش ذي العصرنا أكنا إلا الحوم أكنا تحويسا أكنا أنا تشمنى سبل أكنا تحوت جول أكنا نخدم الشعائر الدين جال إنفعيث تنفع تسن الشعائر الدين ما خدمت من كل إنسان عنصري الذي يعقب اللي العامل اسم الرذره هذا المنثور الماضو أري روحو يستنفع عليش الله أكبر كما يتمثل أدي تظلم أدي تصوزو أدي حج وما أدي خدم أدي خدم العنصرية ناسيون مثقفين العصرقين لك نغسل سبحان الله أشي ما نذكره اليوم نشري ليك تصفد أكني تصفد أكني تشمع أكني تجمع أكني تساعد القسم يذكر ذاك اليوم ولكن إمو إلا لما على حسب الميزان اللي يوجد المكان إمو إلا لما رجيه لك أكثر أكام إن تفقد العادات التقاليد الجدود نزل لنا نزل أخر سبحان الله غسلنا كي وين غجهننا اخزر الكتاب السنه القران الكريم ان اكرمكم عند الله اتقاكم سبحان الله ما كيذكر مثلا عند الناس اللي ربنا زدي تسرع الجواب يواجه يواجه دينا كان التقاليد الجدد خزر الشيء اللي قال سيدي ربنا الخالق سبحانه وتعالى ذي الايه فيش 21 فيش 22 فيش 23 فيش 24 فيش 25 دين سوره الزخرف أدي قصد ربي سبحانه وتعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون إنس من كل فينا الرسول إيش قصد ربي مرقو منس إني حاجة ما بقنا أثي تقابين أسين نفد نكوني نفد الجذفنا أفريد أف 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 أفيون أفريد نكوني ذا فريد نسم أرمتها
الله سيد ربي عزيز سبحانه وتعالى سنة سنة الجواب ويقين أسنة قال قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم إني سنسل غاس ما ذكر لك وغاوند صور سيد ربي أين يفن أي قد يوند جلك الجذنون قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ننس دشي سدرانس الجواب ننس أي قد قمكا أثن تمنرا أثن تبعرا الاتسلان الأنبياء الرسول ذا شو رسل الناس إلى ربنا عزيزا سبحانه وتعالى أعطرتني جكني خطر الفساد ما فرق دخل المجتمع الفساد أم العادة يقين أم العادة في النظر التشبه ماشي يوث العادة إقلال نخسف ولكن تجد يوث ألا تسعيش دين المجتمع لنا خاصة الله أكبر أدي قاسد ربي وبرس فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين إن هذا انتقنا رسل إن هذا مقرب إقاد يسكد من سيد ربي يسكد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم اسمي دعوة الجاهلية العنصرية من عادات التقاليد الجن أعداء الله اتتبع السيد العسرة أعداء الله أعداء الرسول أعداء الإسلام أدي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم إن ذو كذا الجهالة إن ذو من دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثي جهنم إن ذو من يريد عن دعوة الجاهلية عنصر هذا إن ذو من جثي جهنم إن ذو ثيوت سيد ربنا أرضخي جهنم إكرهي عند الصحابة إن إس رسول الله وإن صلى وصام إن إس غسي الزور غسي وزام إن إس وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم غسي الزور غسي وزام غسي دعيما نسلم جهنم رثيش الله أنظر بلين أدي يعلم أن كل أعنصري بلين المصري نصغر جهنم كربو إذا يستخدم التصفيث كربو يستخدم ذو يستخدم الإذرما لجماعة تصرفات نسل ألا عقيل بلين أثنت الفعل أن يتصالي نسل ني الزكاة نسل ني الصوم نسل ني الحج نسل جهنم ما غادي نجي أفلس ربي يتصدق ولا قرار في الطف كما مثلا إذا التقليد الأعمى ما اتبع هذا العادات التقاليد الجدود سوق مش قبل انه بلا ما تزرد ماذا قلناه اذا الحلال نقض الحرام اي عقب اليوم المصير من بافيس جهنم هذا غنج ربي ينجو المؤمنين يعمل ارسقص ضربي عقيم يفكيك ضربي العقل واتبع على سوق مش قبل انه ينخل من وياه غاس ديما بثنا غاس دي جدودنا ولكن اين وفقا لكتاب السنة اثنت بع خطر رفوس ربي رانو غاية أشحال لنا نودي دونيه أنتم سكريس يا رفل السيد ربي وين تخدم لك نكوني غادة تدفع ولكن أين لم التقاليد العدد التقاليد يقول سيد ربي حرمثت أثن تبع على أنسي كلام أنسى عدية بالقفرة دنيا ما يجلنا تكن الله أكبر كما يتمثل وإذا نشتكينا ذينا ذي يسن ذي المصلحة الفرد ذي المصلحة للمجتمع سيد ربي يفكي هذا أين سرغ يرذث مثلا إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنين دث مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إن دو تسمى لا يندقون حشان ما يحمل الغارس إنك حمل الإيمانيس أمي يا رد أسد أستند وهينا نون وقين النار انتقد يون وقذروا منه مفلا انتقد وقين وقذروا ما يقودا عجب العجاب وقين للمشركين ويجيني أبنى تفوص ربي وانظر بلي ما يقدر إنك رسول صلى الله عليه وسلم أي دينا ربي وإن دينا رسول صلى الله عليه وسلم ذي الحق وثن تنفعال الظليت وثن تنفعال الزكاة وثن تنفعال الصوم وثن تنفعال الحج مدام لن تقدر إذا كيف ثوفث غسيد ربي وخاف الفريد نمث إهدنا مكني سعود الميزان غسيل ربي الخالق سبحانه وتعالى أتحمي ما فربين أتبغض ما فربين أتفك ما فربين أتمنع ما فربين شو أشتكي إلا الإيمان شو قال يغل عبد حبيب سيد ربي يقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان وإن نحمي ما فربين أذي بغض فربين أذي فك فربين أذي كسر فربين إن أدوكي كمل الإيمان نس كما يتمثل إذا أذن ثوب أنصف الرسل ربي وأن ثوب غرورس إذن
أي نيد نفهم جنتي دي إذا فهمنا جنتي دي جذوذنا وينك خلفا أفريد نسيب ربي وذن قبيانا أين السلالين لون العباد يا رفض دم مثلا ذن قضي ولا إنك نيك فرقان إنك فرقان يمشي لها وذن قبيانا خطر يوهيد ربي يوهيد النبي صلى الله عليه وسلم نهيث أرجع يا ربي ذي مبني كم وذي أخر كل إنسان إلا دي بيجي لقد أخر أدي أخر أدي يزين على أولاد نسيد ربي على خطر أفرص ربي تصدف من كل يونة في ديس وسيس كان يتمثل أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.